بسم الله الحمد لله والله أكبر كبير. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يصيب. كيف كيانك يسمح بأن يكون ثم توازن ولنفس القيمة لله الخالق الأوحد ولخلقه أجمعين؟ كيف مش يكون ثم تناغم بين الفكرتين، فكرة التوحيد وفكرة الشرك، وتقول والشركاء مع عدل لله هم كيف كيف والله، يعني سواء بسواء، هذا قيمته كذا، ذاك قيمته نفس القيمة. كيف يقول هذا وإن لكم العقل، إن تدعون أنكم عقلاء، وزاد دي كليرفويون، وزاد دي جون دو ريزون، إتسيتيرا إتسيتيرا. نعود إن شاء الله.